علاقات تاريخية ومصير مشترك يجمع مصر والسودان على مدار قرون، وعليه تواصل القاهرة دورها تجاه الخرطوم بهدف الحفاظ على أمن الشعب السوداني واستقرار بلاده. وبطبيعة هذه العلاقات المتميزة قام الرئيس السيسي بزيارة السودان 7 مرات بين عامي 2014 و 2021. من الحقائق التي تؤكدها الوقائع الكثيرة أن لمصر دورا جوهريا في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة فيها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة بأسرها. فالعلاقات المتجذرة الضاربة في عمق الدولتين تجعل مصر والسودان يمتلكان نفس المصير الواحد. مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. شهدت علاقات البلدين زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ البلدين، حيث تعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق وإحداث نقلة نوعية في شتى المجالات. وتعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلا على عمق العلاقات المصرية السودانية، وقد حرص الرئيس السيسي على أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية إلى السودان الشقيق، كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضا. وتوالت الزيارات المباشرة للرئيس السيسي للخرطوم وبلغت 7 زيارات كان آخرها في مارس من عام 2021. هكذا تمضي مصر في علاقتها بالسودان الشقيق في ضوء إدراكها الواسع لأهمية الامتداد الإفريقي لمصر وفي القلب منه السودان وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي. وفي هذا الإطار تواصل مصر جهودها في التواصل مع كافة الأطراف السودانية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني ويحول دون تدخل أي أطراف خارجية تؤدي إلى تأجيج الصراع الجاري.